فهي عرض آخر حول الطاقة المغناطيسية. إذن أهلا بكم في هذه الحلقة. التراث الشعبي في مدينة مراكش المغربية متميز، والمغاربة كلهم والعالم تقريبا كله كيعرف بأن مراكشيين بلاد المغرب متميزين بالبهجة. البهجة بمعنى نيت ديال الفرح والنزاه والخفة في الدم وتنميق الكلام والترصيع في الكلام وفي الميزان. إذن الناس الرجال في مراكش كيعبروا على الى فرحانين وعلى السعادة ديالهم والمكسب مكاسب ديالهم، سواء في المناسبات الدينية وفي الوطنية. واحد الرقصة، واحد رقصة معينة راه تنعرفوها كاملين، واخا ما كنعرف نصفها مزيان بدقة، ولكن كنعرفوها غير كنسمعها كنعرفوها من مراكش. المراكشيين عندهم رقصات كثيرة متميزة ومختلفة، بحال الرقادة، بحال الحواس، بحال التسكيوين، بحال القدرة، بحال أقلال، بحال كل ما دو رقصات مغربية. وهاد الرقصة ديال مراكش حتى هي راه مبينة من بعد هاد اللائحة، ولكن باش نحصرو وحدة اللي هي مهمة للمراكشية هي الدقة، رقصة الدقة. هنا هذا البحث هذا تذكر بأن المراكشيين هما اللي ابتكروها، ولكن أظن أن فيه تحامل على منبع الأصلي للدقة المراكشية. حسب ما قرأت في تاريدانت أن تاريدانت فيها تسكين، وتسكين فيها مقاطع أساسية في الدقة المراكشية، وتسكين أسبق أحواش تسكين أسبق من الدقة المراكشية. هنا أحواش تسكين عريق قديم قبل من الدولة السعودية. إذن أنا كنظن ومصري كنظن قرينا في البحوث بأن ناس معية ديال تاريدانت اللي هو أكيد هادوك الناس ديال تاريدانت راه قراب التسكين، راه قراب لتاريدانت، راه غادي تحسبو على تاريدانت، راه تقريبا انتقى داو محمود نواحي راه جايين لتاريدانت. إذن هذاك الصانع ديال تاريدانت أكيد أكيد غيكون جا من المنطقة، وأكيد متشبع بدوك الإيقاع ديال التسكين. دابا ملي جا هو كيصنع كلامو في تاريدانت وكيصنعو الجلد، الصناعات الجلدية اللي هما عندهم تا هما راه بحال شحال في مراكش، عندك البلاصة فين تيغسلو الجلد وداكشي، وفين تيدقو دوك المواد اللي كيغسلو بها الجلود واللي كيلونو بها الجلود، وملي كيدقو راه عملية الدق في داك المهرة داك أفردو، داك أفردو الكبير اللي بحال إفريقيا كبير، راه كيخصك واحد الجهد، وهذاك الجهد راه بحال اللي كيضربوا اللوح. عاوتاني حنا رجعنا الاساس ديال الدقه المراكشيه، اللوح المركز، هذاك الشيء باش كيضربوا كيضربوا حتى كيخرجوا دوك الاهات. ودابا معلم كيسمع معلم في الورشه ديالو هكاك، وممكن تلاقاو دوك هاو ونادوه هكاك عفويا، واحد كيقول واش كيقول كيبقى واحد الثواني حتى يدوز الاخر تيكون ومن هنا نشأت هكاك اساسا. حنا ما قلناش حنا قلنا ما غاديش نقلو نعامية مراكش، ولكن الحق يتقال واخا فيها قطع الراس. الحق هذاك دوك الناس القضية جات من تاريدانت، كنت كيقولو راه تاريدانت بنت مراكش، على العكس راه تاريدانت الا كانت مراكش 1200 سنة راه هناك من يؤرخ تاريدانت اكثر من 2000 سنة. خلونا نكون عاوتاني بعقلنا. اذا في ابان الدولة السعودية ابتكر على المراكشين
ولكن هاد المراكشيين من وصلتهم بعدا اللي كانت لدينا بين 1554 1659 ميلادية. ورقصت لأول مرة هذه ترقصت هذه الرقصة ديال الدقة المراكشية في مولد حفل عام باحتفاء برجال مراكش السبعة الصالحين وهم القاضي عياد والإمام الجازولي والإمام السعيلي وسيدي يوسف بن علي وعبد العزيز الطباع وعبد الله الغزواني وعبد العباس السبتي. هذو هما السبعة رجالات مراكش السبعة. ومن ثم ولات هاد الدقة هذا كل عام تيديروها كل عام ودخلت في التراث اللي تتوارثه الأجيال بيناتهم ما بين الجدود والآباء والأبناء من سلافين إلى خلف. إذن على هذه المدة دابا ديال أربعة قرون هنا غير فاش صبحات في مراكش حتى ما نقولو راه كلكم شفتوا المركز واش شفتوا المركز باش كيضربوا راه هكا كل مركز راه بحالو بحال المعراج بحال فردو نفس الايقاع ولكن تما مش اجات. انا شفت بزاف كانوا الناس اللي كيخدموا بثلاثه د الالواح راه والله الا كانوا كينسقوا انا شفتهم خدمت كاع انا في اللوحه في الدار ديالنا كيكونوا زوج ولا ثلاثه د الالواح عارف الدين تقادوا زوج ولا ثلاثه د الالواح راه ما تيضربوا نفس الضربه ديالهم ما تتقبلش النفس ديالهم يضربوا نفس الضربه كيضرب واحد بالتناوع ثواني كيجي الاخر دي هكا حتى كيوليو كيضحكوا كينساو داك التعب. إذن هادي دابا تقريبا مربع مية قرون ونصف غير فاش كاينة في مراكش فاش ولات في مراكش. هناك الباحثين اللي اهتموا بهذا الشيء بلا ما نذكرهم انا كنقول غير داك الشيء اللي فاهمو صافي اللي قاري من هنا وهناك. كاينين الناس في الجامعات الكبيرة مهتمين بهاد الدقة المراكشية اللي نسات لينا الدقة اللي بغات ولا شي واحد ينسها ما هي راه ما عمرها ما تنسى بغاو ينسيو لينا الدقة الرودانية ما يمكنش امبوسيبل لأن داكشي كاين فيه تاريخ حنا كنتهمو الناس الآخرين بأنهم كيخنشلو ولكن حنا نيت الداخل ديالنا ما كنعترفوش ببعضياتنا. إذن دابا ولات هي من أكثر رقصات في مراكش وقال لك في الجنوب عموما كيقولو دابا في الجنوب عموما ولكن خصنا نوضعو المسائل راه إلا ما كنقولوش الحق راه مرا الورا ما جنوب المغرب راه جنوب المغرب راه ولكن منين جات صورة لأن دابا ولاو سميتو دابا ولا داك براءة الاختراع راه ولينا حنا دابا وصلنا المستوى ديال الإنسانية أكثر من الناس القدام اللي غير حيت ديك الساعة الناس القدام ما فيهمش ما كانوش هاد الحقوق طابع وهاد الشيء كله وكان الإبداع عندهم معصوم وعطاهم الله السر والبركة غيا كيبداو حنا لا صعيب باش تبدا في هاد الزمان هذا اللي فيه ضغوط وفيه ولا بداتي راه خصك حقوق الطابع لأن صعيب ما فهمتي داك الإبداع تتخليتي على شحال من حاجة مثلا خلاك الراكب ديال تكون مع الناس ديال السلطة ديما معاهم مثلا تخشي معاهم خلاك الراكب ديال شي تكون دائما انت في المباحثات ولا في المحاضرات ايوا انت كتعود ملي كتراجع راه كتراجع باش دير شويه ديال التامل وباش تبحث وباش تنتج شي حاجه وابداع. الا جا شي واحد وسط لك على داك الابداع فين غادي انت اذا جديد هذاك اللي مولف زي ما تيبان غيبان عام ثاني يجي يبان ما يخليش واحد اخر يبان هادشي راه قديما الناس راه كانوا غير غاديين بالعافيه ديالهم هما مبدعين وما نقدرش كاع مازال نكونوا بحال هذوك المبدعين القدام. هنا هما شوف غير الكلام اللي خلاو علينا قالوا الناس قالوا الاولى هاد الاخرانيين كاع ما بقاوش كيقولوا لا غير كي هاد الاخرانيين بغاو غير هذوك سميتو البيزات اللي داز والفلوس الناس الاولى راه ما عندهم سوق
الا غير جمعتيهم في زعما تعطيهم والو كسبوا بالفرحه والبليزير. اذا شي باحثين في جامعات اخرى اللي ماشي من مراكش كيقولوا بانها فعلا دقة مراكشيه ولكنها جنوبيه يعني ديال الجنوب يعني تيشير لتارودانت تارودانت خاصه راه تارودانت جنوبيه. حنا مثلا كنعرفوا بان واحد العدد ديال الايقاع ديال الجلجلاله ديال الاقلال ولكن عمرهم ما قالوها. علاش ما كيقولوش هادشي؟ علاش؟ شنو هو السبب؟ زعما واش انت زعما واش خايف من يقولوك الناس انت يلاه كتسرق ولا ما فهمتش انا ما عرفتش. راه هذا ايقاع ديالنا ولكن على الانسان يقولو يقول له راه جبنا هادي من هنا ولا جبنا هادي من هنا ما ماشي هكا كيزيد له قدام وينسى ينسى منين طلع. اذا فالناس كيحبوا المغاربة فعلا المغاربة ديالنا كيحبوا الدقة المغربية لأنها أصيلة أنا المسألة أصيلة وملي كتكون كتنشر شي حاجة بحال شي كورون إلكتريك شي تيار كهربائي بين الناس بحال بحال عيطانيت بحال حوايج بحال فما كيكونوا هاد المسائل كتسجل شي حاجة في ذاك الحضور. بلاتي راه كان جو سوي زون طران دو واحد الباحث نوصلوا الحديث على هذه الدقة المراكشية كتكون هذه الفرقة تقريبا من 15 حتى 20 حتى هو فوق شوية لا وتتقسم تتقسم المهام كاين المقدم اللي هو مهم شخصية مهمة وكيكونوا واحد سبعة مقدمية كيكونوا واحد سبعة لا غير سبعة الرجال كيكونوا واحد سبعة ديال الرجال كيكونوا ناضجين مسنين يعني بالغين مزيان يعني 50 فوق وكيكونوا صالحين كيكونوا زعما السيرة الذاتية ديالهم مزيانة السمعة ديالهم مزيانة وكيرقصوا في الوسط في وسط ديال دوك الناس اللي كيرقصوا المقارين ولا لا الراقصين و تيشبكوا بعضياتهم تيشدوا يدين ديال بعضياتهم وتلحموا وتلحموا كتافهم و كيخدموا كيشدوا الريتم ديال المجموعة حتى كيفاش كيمشيو يمينا ويسارا هما اللي كينظموا داكشي ولا ايقاع الالات اللي كيستعملوها واللي كتستعمل الفرقة من طراس وذوك الطعارج وذوك النوع ديال الطعارج كيحملوها الاخرين الاعضاء الاخرين اللي كيحيطو بالمقدمين المتين الصالحين السابع وهذوك تيكونوا على الارض هذوك اللي كيشدو الالات وباش نهضرو على الالات فالقائمة ديال الالات كاين القراقب كتكون يعني تتسمى تديرو على الالات النحاسية ديال الدق تشدها بالصباع ديال اليدين بالجدين كنشوف واحد الخيط خيط من هنا وخيط من هنا كيكون الابهام من واحد الجهة والصباع بربعة بواحد الجهة اخرى وكيشدوها هكاك وكت كتحضر شي اصوات بحال دوك الصاجات الشرقية الصاجات الصاجة تحمل وهادو تيجدوها لواحد من الاعضاء المهمين في الفرقة اللي كيهتموا وكيتكلفوا بضبط الايقاع ونقل الحركات وحتى ضبط ايقاع الاقدام كيعاونوهم واحد المجموعة ديال العازفين اللي كيحملوا البنديل
البندير وبنادر، كيكونوا بنادر كبار وكيكون فيهم دوك السنوج كنسميهم حنا اسلمان ماين بالشلحه، اسلمان ماين اسلمان ماين. كيكون واحد الرق الرق كبير تا هو كيكون فيه هاد اسلمان ماين الساجات النحاسيه في الجوانب ديالو، كيكون تعريزه طبلة كيتنغمو لهذا الفن. كل واحد عارف شنو هو الايقاع اللي خاصو يديه، قد يشتبه مع الاخر وقد لا يشتبه مع صاحبه. واما الحركة الرقص ستكون بحال بحال اللي كيديروها المقدمية المنتعين ديال الصالحين السبع، لان كل مقدم عنده واحد الصالح من دوك الاولياء السبع ديال سبعة رجال. اذا كيتماليو كيتمايلو كيهزو الكتاف وهم جالسين على الارض، هادوك الناس اللي كيديرو الايقاعات. كتستمر هاد الرقصة ساعتين متصلة بلا بدون توقف، وكتقسم بقل خمسة ديال الأجزاء. الأول كيبدا بالصلاة على النبي وذكر الله وتردد الأمداح النبوية، وكيرافقها إيقاع بطيء بطيء شوية ثقيل، إيقاع ثقيل. وكينتقل دوك الناس اللي كيرقصوا الفقرة الأخرى اللي جاية للأستاذ الآخر ولا الخطبة الأخرى بالسياح، هما الإشارة اللي كيعطيو باش يبدلو الإيقاع وينتقلوا من مرحلة لمرحلة هي السياح ديال التكبير الله أكبر. وكتسارع والإيقاعات كتبدا كتسارع كتزيد في الحدة ديالها، وكتزاد الحركات ديال الأقدام وكتزاد السرعة والقوة ديال الركض وديال ديال البرداق يبردقو في الأرض. كيرددو الراقصين السبعة المقدمين أناشيد، كيتبعوهم بالأناشيد ديال بن عاشي والإمام البصري ونهج البورضة وغيرها من الأناشيد. على واحد الإيقاع تيكون سريع، ومن بعد هاد المرحلة الثانية كتجي المرحلة الثالثة وتنتقل ليها الراقصون الجلوس. جلوس وضع القرفصاء، كيجلسو وضع القرفصاء سكوبر اسكوبر بالشلحة، وترديد التكبيرات والصلاة على النبي. وما بقاوش كيشدو الأدرع ديالهم، كيفكو الأدرع. بدا تقريبا 30 ثانية حتى لدقيقة، ثم كيوقفو الرجال من جديد باش يأديو حركة الإقدام نفسها، لكن بلا ما يشدوا اليدين لبعضياتهم. هكا كتكون هاد الدقة المراكشية من حيث طريقة الأداء وطريقة العز، طريقة الوقوف ونوع الإنشاد ونوع الآلات المستعملة حتى الملابس الألبسة. أنا كيبان لي حتى القراب نسانا خصنا نذكرو هذاك القراب اللي كيدوي يكون تحت داك الدراع، الدراع تيكون عريض على التحت وما كيكونش نازل حتى للرجلين، كيوصل لواحد المستوى غير تحت الركبة تقريبا. بحال قلت داك اللباس الشرعي اللي كيقولو هما دوك الناس اللي كيقولو بأنهم سلفيين. هذا هو السلام، نتمنى لكم فرجة، إلى اللقاء.